الأساسية، واحدة بالأرشيف ضمن المالية، وواحدة أروما، وواحدة لصاحب العلاقة. لا يجوز على أي وجه. شو منساوي؟ منحط بالأحمر على الخطأ ضرب، ومنسجل الصحيح، ومنكتب شو هو السبب التصحيح. ما هو السبب التصحيح؟ طبعا أنا الدكتور عبد الحكيم المصري، نقيب الاقتصاديين الأحرار في درعا ومعاون وزير المالية بالحكومة السورية. لقد أجرينا هذه الدورة حول نظام العقود الموحد الذي يتضمن الشراء والبيع بالمنظمات والمؤسسات والمجالس المحلية، بالإضافة إلى النظام المالي لهذه المنشآت. طبعا كان الحضور مميز وكانت الدورة مميزة، وتم مناقشتها كورشة عمل مع جميع الحضور، بحيث بالنتيجة نجد طريق ومعيار معين يتم السير عليه من قبل هذه المنظمات في الشراء والبيع وفي تثبيت العمليات المالية وتسجيلها للحفاظ على المصداقية والشفافية في عمل هذه المنشآت مهما كان نوعها. ونشكر الشبكة إغاثة سوريا التي أقامت هذه الدورة في هذا الوقت. الدولة كلها تكون مطالعة نموذج معين المنظمة، المهم بتكون مبين فيه إلى أمر الصرف، يرجى الموافقة على تأمين المواد التالية، محطوط بنود 1-2-3. شو هو البند؟